وجود مؤسسه تربويه في مكناس هو وجود له دواعي، فمن ضمن دواعي الوجود امر ديال العمران ديالها، مؤسسه تكون متميزه جذابه، ماشي بحال جاي العلبه اسمنتيه كبيره غايب فيها العنصر الجمالي، وانما جاي تلقى الجمال كانه جاي المتحف. الحب ديال الوليدات للمدرسه لانه تيشعروا بانها واحد الفضاء ديال المتعه وفضاء ديال المرح. التربيه على الثقافه ديال البيئه تتجي من القرب منها والاحتكاك بها، حضورها فيغم بيداغوجي اللي فيها بعض الحيوانات صغيره تيرتبط بها ذاك التلميذ اللي هو احتاج انه يدخل بكرسي متحرك او عنده واحد الظرف خاص تلقى الولوجيات. جات هذيك المربيه اللي مقابله وعطات الاب ديالو التفاصيل ديال اليوم، كيفاش كان الكاركتر ديالو، شنو كلا، شحال نعس، فاش خرجوهم، فين مشاو، شنو الكلمه اللي خرجت منه المره الاولى. حرصنا كل الحرص على اننا نعقدوا شراكات لاخراج محتوى يليق بالمؤسسه ويستحقه التلميذ المغربي.